وعرض كان من النادي الزمالك والاتحاد السكندري اعتقد. وساعتها مضيت في نادي الزمالك ومضيت في نادي الاهلي. وكان ساعتها كابتن نوال رياض كان اكتر واحد متواصل معايا بصراحه. وائل شيدس. كابتن نوال رياض شيدس كان هو اكتر واحد متواصل معايا وكان دايما بيتكلم معايا وكان بيجي الماتشات بتاعتي كتير يعني، كان على طول النادي الاهلي كان متابعني. حتى كابتن ده في دوري الشركات؟ لا في شارع الدخان. في شارع الدخان ده القسم الثاني. القسم الثاني جه واتكلم معايا كتير وكان دايما في بينا تواصل وكده بس ما حصلش بقى نصيب وكده، وربنا كرمني ساعتها وكنت رايح الاتحاد ومضيت في الاتحاد وخدت منه فلوس واتجوزت بالفلوس وكده. وبعد كده ما حصلش نصيب برضو في الاتحاد، راح المقصه فوضتني بعد ما اتجوزت، بعد ما خلاص بقى فسوعت في الراس. بعد كده راح رحت بقى المقصه وكده وربنا كرمني من ساعتها بقى والحمد لله يعني، وربنا فتحها عليك. الحمد لله بقى خلاص بقى بدات بقى الدنيا بقى بتبقى احسن خطوه بخطوه. الحمد لله اعتبر لعبت كل الاقسام. بس حلمك اتحقق الحمد لله. ولا لسه في احلام تانيه؟ طبعا لسه في بقى في احلام كتير أكيد. طبعا اكيد. بس هو يعني اللي انا بتكلم فيه الحمد لله انا اعتبر لعبت كل الاقسام يعني. لعبت المراحل كلها الناشئين. لعبت درجه رابعه درجه ثالثه القسم الثاني الدوري الممتاز ان شاء الله. فاحترفت ولعبت في كذا مركز كمان. واحترفت الحمد لله. لا المراكز بقى عادي بقى كتير من زمان وانا بلعبها، بس انا اقصد ان انا الحمد لله لعبت يعني بداتها من تحت ناشئين درجه رابعه درجه ثالثه القسم الثاني الدوري الممتاز احترفت ورجعت لعبت منتخب مصر فالحمد لله. طيب. لعبت مع المنتخب المحليين مع كابتن هاني. منتخب المحليين طبعا. انت رحت المقصه